تتابع منظمات حقوقية دولية ظروف العمال في قطر، وذلك في ظل تقارير والشكاوى عن أنهم يجبرون على تأدية أعمالهم في ظروف مناخية صعبة ولساعات طويلة، وهو ما يؤدي إلى عدد كبير من الوفيات بينهم يتم التغطية عليها بعزو أسباب الوفاة إلى مسببات مختلفة. وفي السياق تتابع منظمة العمل الدولية قضية عامل آسيوي فصل من وظيفته وعوقب بالسجن أسبوعين لأنه أدلى بحديث لفريق دولي كان يستفسر عن أوضاع العمالة في قطر. عدد الوفيات المرتفع في صفوف العمال في قطر هو المحرك الأكبر لانتقادات منظمة Human Rights Watch. تعزو الدوحة معظم الحالات إلى الوفاة بالسكتة القلبية، وهو مبرر ترفضه المنظمات الدولية وتعتبره تشخيصاً واسعاً لا يبحث الأسباب الحقيقية للوفاة، خصوصاً مع رفض السلطات في الدوحة القيام بالتشريح اللازم لجثامين الضحايا. أما السبب الأكثر ترجيحاً للوفيات فتعزوه التقارير للإصابة بالضربات الشمسية نتيجة الإجهاد البدني جراء ارتفاع درجات الحرارة وغياب ساعات الراحة المناسبة، ورغم أن الدوحة كانت قد أصدرت قراراً يحظر العمل خلال ساعات الظهيرة وضمن تواريخ محددة تمتد من 15 من يونيو إلى 31 من أغسطس، إلا أن وفقاً للتقرير لا يعد هذا الحظر كافياً. فدرجات الحرارة العالية المؤدية إلى إصابات خطيرة تتجاوز تلك الفترات، كما تتطلب أدوات أكثر تطوراً تعنى بقياس الظروف الجوية الفعلية وفرض قيود العمل على أساسها. قطر تهمت أيضاً بتغييب المعلومات وعدم الشفافية فيما يتعلق بالأرقام الدقيقة لأعداد الوفيات من العمال المهاجرين، والتي فاقت 500 حالة عام 2013 وحده. كما لم تقدم الحكومة القطرية العدد الإجمالي لوفيات العمال المهاجرين خلال العام الماضي، لكن معلومات جزئية من سفارات بلدان العمال تشير إلى أن عدد الوفيات سنوياً كان بالمئات، أمر دفع المنظمة لمطالبة الفيفا بالضغط على الدوحة لاتخاذ خطوات أكثر حماية للعمال من ظروف العمل القاسية، حيث يعمل هناك نحو 2 مليون عامل وعاملة، 800,000 منهم يعملون في قطاع البناء. انتهاكات ضد العمالة في قطر تؤكدها أيضا منظمة العمل الدولية التي كشفت عن قيام الدوحة بفصل عامل نيبالي وسجنه لمدة أسبوعين عقابا على حديثه مع فريق للمنظمة كان يتابع أوضاع العمالة في قطر واشتكى خلاله من عدم حصوله على أجره، وهي حادثة اعتبرتها منظمة العمل الدولية خطيرة بما يكفي إلى حد قولها إنها ستضعها على جدول أعمالها خلال الاجتماع المقبل لهيئتها الإدارية في غضون شهر. ومعنا من جنيف عبر سكايب منسق الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان سرحان الطاهري سعدي. أهلا بك أستاذ سرحان عبر سكاي نيوز عربية. يعني هذه الأرقام المقلقة فعلا نتابعها في الصحافة الدولية والعالمية منذ أشهر، ولكن يعني أن يبلغ الأمر مئات الآلاف يوميا في ظروف قاهرة وصعبة وعدد الوفيات مرتفع إلى حد كبير، ماذا يعني رغم أن هذا الملف ليس بجديد منذ الإعلان عن بدء التحضير لكأس العالم ونتابع هناك عشرات الوفيات التي تتم التعتيم عليها يوميا؟ نعم سيدي، مساء الخير. طبعا لتوضيح فقط الفكرة، هناك حوالي 80,000 عامل أجنبي معظمهم من بنغلاديش والنيبال والهند، يشتغلون أساسا في المنشآت التي ستحتضن كأس العالم 2022. هؤلاء العمال الذين يشتغلون في ظروف صعبة، نحن كحقوقيون قد تحدثنا وقد دقينا ناقوس الخطر حول الظروف الغير ملائمة التي تحيط بعمل هؤلاء، والسلطات القطرية نظرا لأنها كل مرة عندما تأتي مقررات المنظمة الدولية للعمل
تقوم ببعض الإجراءات ونعتبرها نحن في الفيدرالات في الفيدرالات العربية لحقوق الإنسان مجرد يعني ذرة رماد في العيون فقط، لأنها تخشى أن يسحب منها تنظيم كأس العالم 2022 من طرف الفيفا. نحن في الفيدرالات العربية لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي قد نظمنا مؤتمرا صحفيا عرضنا من خلاله تقريرا مفصلا حول حالة العمالة وأشياء أخرى في قطر، خاصة فيما يرتبط بتنظيم كأس العالم 2022. وفي تقديرنا الخاص بتقييم دقيق، إن استمر الحال كما هو فإن عدد الوفيات سيكون في بحر 2022 سيرتفع إلى 7000 وفاة، حالة وفاة مرتبطة بالظروف الصعبة للظروف الصعبة للعمل في قطر. تحدث عن الإجراءات التي تسعى للقيام بها الحكومة القطرية، مواقع يعني أمريكية وأوروبية أيضا اليوم وتقارير صحفية تتحدث بأن هذا القانون المعدل لم يحمل أي تغيير الذي صدر في أغسطس الماضي، وهو فقط جاء لإيهام المجتمع الدولي وتحديدا المنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان التي ترصد بالتفاصيل، وهذه الأرقام وربما أكثر التي تحدثت عنها. نعم سيدي، أقول لك شيء، مؤخرا رصدنا 520 مثلنا مثل هيومن رايت ووتش 520 حالة وفاة، أوكي؟ معظم مثل ما تفضلت من بنغلاديش النيبال والهند. السلطات القطرية لم تبرر 74% من حالات الوفاة هذه، لم تبررها، لم تعطي أي تبرير يعني طبي أو منطقي، حتى أنها رفضت في عديد من الحالات رفضت عملية تشريح الجثث لمعرفة أسباب الحقيقية للوفاة. نحن فيما يخصنا نعتبر أن الظروف القاسية بشكل خاص العمل المتواصل والدائم تحت درجات حرارة يعني مرتفعة جدا، هذا سيضر بالعمال. الحكومة القطرية قامت بتعديل للقانون وقالت أنه في فترة معينة يعني منعت أو قننت العمل في فترات معينة في الظهيرة فقط، ولم تربطها بدرجة الحرارة. لكن نحن في الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الأخرى نطالب بتحديد أوقات العمل وفق يعني معدل درجات الحرارة الذي يتغير، ليس لأحد معرفة مثلا كيف سيكون الطقس يعني بكرة، أوكي؟ لذلك نحن نطالب بتعديلات حقيقية لقانون العمل في قطر لحماية هؤلاء العمال الذين يتعرضون لتعنيف بمجرد يعني صدور شكوى من طرفهم أو مجرد التفكير للشكوى للمنظمات الدولية حول ظروف عملهم. وما تطرقتم إليه سيدي الفاضل منذ قليل حول هذا العامل النيبالي الذي تجرأ أن يتحدث عن الظروف القاسية التي يعيشها في قطر فصل مباشرة من العمل. عندي نقطة أريدها ربما يعني تطرقنا إليها في الصيف العام هذا. أمير قطر أصدر مرسوما أميريا يعني عطل فيه جميع العطل السنوية للعمال الأجانب. هل تتصور سيدي الفاضل أن العمال قد عملوا الصيف كله محرومين من عطلهم السنوية؟ يعني هم يعملون تحت ظروف قاسية، تحت درجة حرارة مرتفعة، ويعيشون في ظروف يعني في ظروف مزرية، زيد على ذلك حرموا حتى من عطلهم السنوية. نعم، تقارير أيضا أوروبية وفرنسية وصحف تتحدث وتصف قطر بأنها يعني هذه إمارة العبودية الحديثة، تتحدث عن عصابات لهذه الدول لبنغلاديش للنيبال وعدد من دول شرق آسيا بأنها تعمل ربما على خطف أسر وعلى خطف عمال لنقلهم إلى قطر. صحيح صحيح صحيح، أنا شخصيا تحدثت مع ممثلي بعض المنظمات الحقوقية هون بأوروبا وتحدثنا هذه النقطة بالذات، أنه يتم استغلال العديد من العمال وحتى العائلات من الدول الآسيوية الفقيرة بشكل استعبادي محض. يعني هناك يعني الآن في قطر بسبب تنظيم قطر يعني ربما إن شاء الله نحن نسعى أن لا تنظم حقوق الإنسان، لا تنظم عفوا كأس العالم 2022، أنا لا تحترم حقوق الإنسان، لكن بس بسبب سعي قطر لتنظيم كأس العالم هناك نرى أن هناك مافيا بشكل خاص في آسيا قد تأسست لكي تستعمل العمال وعائلتهم كالعبيد لإرسالهم إلى قطر، وهناك منهم حتى تأخذ منهم نسبة من أجرهم الخاص لقاء عملهم في قطر. من جنيف منسق الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان سرحان الطاهري سعدي، شكرا جزيلا لك.